ثلاثة عشان الزول يكون مستقيم يدعو الله تعالى، يسأل الله. انت اسأل الله، والزول دائما السؤال بيدفع عنه الشر، قدر ما تسأل الله وتدعوه بيدفع عنك الشر. يوسف عليه السلام راوضته امرأة العزيز، اي قالت له كلاما فيه الدعوة الى المعصية، وامتنع، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، وابتعد عن المعصية ولم يقع فيها. واقبلت النسوة بامر وبدعوة من امرأة العزيز، دعت النسوان وجن. وبعدين يوسف عليه السلام مر بالنسوة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طوالي توجه لله، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. كثيرا الليلة شباب الواحد بتلقاه مشكلته في الدنيا النسوان بس، ولك والله ما عندنا أي شيء بس نتزوج تاني ما في حاجة، ودي ما بتحل لك. الزول ما سأل الله ودعا الله ده ما بحل لك في النهاية، قد يخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صح بخفف، لكن في النهاية رب العزة والجلال قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنت محتاج تسأل الله. قال تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصلا دي فتنة الآن، فتنة النساء دي وما الآن قديمة جدا. يا أخي ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة شابة حسناء، وكان بعض الناس يتأخر في الصفوف، الناس بيصلوا قدام الصحابة، في ناس بيجوا ورا قال مخصوص. قال فإذا ركع أحدهم نظر إليها من تحت إبطيه، ده في الصلاة بيكشف في ورق والله، أي ما قال بعض الناس، وما هو دقيق في اللفظة، ما قال بعض الصحابة لأن الصحابة يخافون الله تعالى، وإنما قال بعض الناس. قال فأنزل الله قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ناس بيصلوا قدام، ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم. فكان بعضهم يتقدم في الصفوف، فلذلك أصلا دي فتنة قديمة، ورب العزة والجلال ذكر في القرآن كما ذكرنا في الآية السابقة: فزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ابن كثير قال الله ذكر النساء قبل البنين وقبل المال لأن فتنة النساء أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلذلك انت تسأل الله سبحانه وتعالى.